مهرجان أيام صور الثقافية. المكرمون في المهرجان: الفنانة التشكيلية بهية زيات من مواليد عام 1950، هي ابنة مدينة صور ومن النساء اللواتي عرفن بشغفهن للفن في مجال الحرف والعمل الاجتماعي والكشفي والثقافي منذ عشرات السنين، حيث درست في المدرسة الجعفرية وتخرجت من الجامعة اللبنانية في علم الاجتماع. أناملها الموهوبة غمستها في بحر من الألوان لتتخرج من قسم الفنون في الجامعة الأمريكية وتتخصص بفن الرسم على الزجاج والبرايا والفخار والبورسلين، كما شاركت في العديد من المعارض والمهرجانات الفنية والثقافية، وهي عضو في جمعية تيرو للفنون منذ عام 2014، وعضو في مجلس أمناء المسرح الوطني اللبناني المجاني منذ العام 2018، وما زالت حتى الآن تقوم بالورش التدريبية للأطفال والشباب في مجال الحرف والأعمال اليدوية.